من هم الأكثر عرضة للعنف أو الاستغلال الجسدي؟ هل الذكور أم الإناث؟ هل يعني الفتيان أم الفتيات في لبنان أكثر؟ كل الأطفال يتأثروا بهذا، ولكن بالطبع نحن نعلم أن هناك مجموعات أكثر ضعفا من الأخرى، فهناك مجموعات أكثر خطر أيضا حينما يتعلق الأمر بالاستغلال الجنسي والانتهاكات الجنسية. الولايات في الأطفال عذرا في حالة خطر أكثر من الفتيات، لأننا نراهم يعملوا أكثر من الفتيات، وبذلك يكونوا أهداف أسهل للانتهاكات. وهناك أيضا بعض المظاهرات العنيفة التي رأيناها وتضرر فيها الأطفال، وأيضا جالية اللاجئين في لبنان سواء السوريين والفلسطينيين، كل منهم أكثر ضعفا. ولكنني أريد أيضا أن أؤكد على نقطة أن أزمة اليوم تؤثر على الجميع، ولا يجب أن ننسى أيضا أن لبنان لديها عمالة مهاجرة كبيرة جدا، ونحن رأينا أن العمالة المهاجرة وأطفالها أيضا في حالة خطر كبيرة، ويتم نسيانهم خلال هذه الأزمة.